كما احتفلت روضة راهبات الوردية بمرج الحمام بتخريج الفوج 25 من أطفال براعم الوعد. اشتمل الحفل على عرض مجموعة من الفيديوهات الموسيقية وتقديم باقة من الرقصات والدبكات من أداء أطفال الروضة. تلا ذلك تقدم موكب الخريجين بالمسير. وخلال الحفل ألقت مديرة الروضة الأخت جوزفين قيقية كلمة ترحيبية بحضور مديرة المدرسة الأخت كلارا معشر وعدد من راهبات الوردية وأهالي الأطفال. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين وسط فرحة الأهالي.